حياكم الله حبايبي، وياكم وسام جيمز. ومثل ما تعرفون كل شيء على بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 راح اكون وياكم. تواصل تحياتي طبعا لكل الحبايب. مقطعنا لهذا اليوم العاب بلاي ستيشن ناو، راح تكون 7 العاب خرافيه. طبعا اذا عجبك هذا المقطع خلي لي اللايك والكومنت، وحياكم الله بالحضوركم على اليوم على انونو لايف. خلينا نشوف شنو هاي 7 الالعاب اللي على ناو لهذا الشهر. ليتس جو. طبعا اول لعبه راح تكون هي تيكن 7. مثل ما تعرفون لعبه تيكن 7 حلوه من جرافيك، من تحديات وتشالنجات بيها، وتلعب اونلاين واوفلاين. طبعا لعبه حلوه بيها شخصيات تقدر تفتحها وتقدر تسوي انلوك الحلبات، ولعبه حلوه خرافيه من حركات ومن اشياء ومن جرافيك حلو. طبعا حلوه هاي اللعبه تيكن 7، اجى الوقت لازم الواحد يجربها. لعبه اسطوريه، اكو واحد يتحداني؟ لا كذب، ما اعرفها لا. خلينا نروح نشوف اللعبه اللي وراء. اما اللعبة الثانية هي Killing Floor 2. طبعا لعبة زومبي وقتال، وتقاتل بالمدينة وعندك اسلحة تسوي لها انلوك وتروح مكانات وتجوك كيلوات من الزومبية. فدير بالكم على نفسكم من تلعبون هاي اللعبة، ليجي واحد يعضك. لعبة حلوة طبعا، وبيها مراحل، وتقدر تلعبها سكوات ستة اشخاص، وتقدر تلعبها وحدك، وتقدر تلعب تشالنجات. لعبة حلوة، جرافيكا حلو ومسلية، وبيها هواية دم ولحم مثروم. فدير بالكم على نفسكم. لعبة خلي نشوف هسه اجربها طبعا، انزلها ونشوف شنو هاي اللعبة ان شاء الله. اما نجي الى فاينل فانتسي 7، هي طبعا ريميك للبلاي ستيشن 1. مثل ما تعرفون على بلاي ستيشن 4 لعبه سووها بال 2015. لعبه حلوه وتشالنجات، وتقدر تلعب نظام الار بي جي بيها. تعرفون فاينل فانتسي القديمه يعني حلوه، لها لواعبها ولها ناسها اللي لعبوها بهيك افكار بها. هي ريميك طبعا من بلاي ستيشن 1 على بلاي ستيشن 5، على بلاي ستيشن 4 سوري، ب 2015. خلينا نشوف اللعبه اللي وراها. واللعبة الرابعة وين بون طبعا بنية توقع يخرب زورقها وتوقع بجزيرة، وبعدين تبدي تستطلع الجزر القريبة عليها. طبعا لعبة حلوة، جرافيكها حلو وفكرتها حلوة، وهنا تطور الزورق مالتك حتى تستكشف الجزر الباقية. طبعا كل ما تطور الزورق مالتك كل ما تكبر الزورق راح تستكشف جزر اكثر واكثر حتى تشوف شنو هذا العالم الغامض. لعبة حلوة، جربوها. خلينا نشوف اللعبة الخامسة. اما نجي الى اللعبة الخامسة، باثفندر كينج ميكر ديفينيتي اديشن. لعبة ار بي جي طبعا، تسوي الكينجدوم مالتك انت، وتبني وتسوي القلعة وتسوي القانون مالتك، طبعا بيها الغاز وبيها الف سحر بهاي اللعبة. اللي يحب الالعاب الار بي جي فهو هذا مكانه. خلينا نشوف اللعبة السادسة. اما اللعبة السادسة هي Ghost of a Tale. طبعا فار صغير هو يعيش بقلعة ويا الباقي الفئران، وهنا ويا اصدقاء يساعدوه على مود يدور على حبه الحقيقي. فار يدور على حبه الحقيقي، نعداني شو وقت تلقى حبه الحقيقي. وهذه اللعبة كلش حلوة، قصة ممتعة ومسلية طبعا، وهو يدور على الحب الحقيقي مالته بالادغال وبالجزر. فاتمنى انه تجربوها، لعبة خرافية. اما اللعبة الاخيرة مثل ما تعرفون مون لايتر لعبة ار بي جي ادفنتشر. تقدر تسوي كرافتنج، عندك هواي اشياء كرافتنج. لعبة بيكسل، جرافيكا حلو، وار بي جي طبعا، وانت تصير بطل المزرعة مالتكم، بطل هناك، وتصير وتعرف عندك هواي اشياء لازم تطورها وتشوفها وتستكشف العالم اللي عندك وراح تدخل له. طبعا مثل ما تعرفون حبايبي العابنا لهذا اليوم هنا كان 7 العاب. واذا عجبك هذا الفيديو خلي لي اللايك والكومنت، وحياكم الله طبعا على البثوث اليوميه على نونو لايف، ومشكورين على دعمكم وحضوركم للفيديوهات، وان شاء الله اشوفكم كل يوم فيديو ثاني. سلام حبايبي.